السلام عليكم، يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن مبادرة جديدة اسمها مبادرة تكافل الفنانين الهاند ميد. المبادرة دي أنا عملتها على صفحتي الفنية في الفيسبوك من كذا يوم. المبادرة دي خاصة بتقديم كورسات تعليم فنية مجانا بشكل مجاني بالكامل لأي حد في أي بلد في العالم، والكورسات دي هتكون أونلاين، بس هتكون للناس الغير قادرين على دفع قيمة الكورسات المدفوعة، لأن الكورسات دي بالأساس أنا بقدمها ككورسات مدفوعة من فترة كبيرة، لكن من خلال المبادرة دي هقدمها لبعض الناس اللي هنختارهم اللي هم الغير قادرين ماديا على دفع قيمة أي كورسات تعليمية. والمبادرة مش قاصرة على الناس اللي في مصر بس، لا دي هتتقدم لأي حد في أي بلد في العالم زي ما قلت. أهم حاجة إنه يكون معانا في مجال فنون الهاند ميد أو الأعمال اليدوية، ويكون غير قادر على دفع قيمة الكورسات المدفوعة. والحقيقة اللي شجعني على عمل المبادرة دي إن في بعض متابعين القناة وبعض أعضاء الصفحة الفنية في الفيسبوك أبدوا استعدادهم على المشاركة في تقديم الدعم المادي لزملائهم في المجال الفني، عشان يقدروا يتعلموا معانا ويقدروا يكون التعليم اللي هيتعلموه سبب في فتح باب رزق شريف ليهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية اللي احنا شايفينها في كل بلادنا العربية الأيام دي. وبالفعل تم الاتفاق على تقديم عدد 10 كورسات تعليمية أونلاين زي ما قلت كعدد مبدئي هنبدأ بيه المبادرة إن شاء الله. هنعلم من خلاله 10 أفراد مجانا بالكامل، مش هيدفعوا فلوس خالص، وبشرط بس يكونوا غير قادرين، يعني اللي شايف نفسه غير قادر على دفع الفلوس دي يتواصل معايا ويقول لي انه غير قادر على الدفع، وان شاء الله يحصل على الكورس معانا. اما اي شخص بيشوف انه هو مثلا قادر على دفع جزء من قيمة الكورسات، يعني مثلا في بعض الأشخاص هتكون عندها المقدرة المادية تدفع مثلا قيمة نص الكورس بس، في الحالة دي بتبقى حالة تانية مختلفة. في الوضع ده أنا شخصيا اللي هدعم النص التاني للأفراد دول، يعني أي حد شايف إن هو يقدر يطلب أي كورس تعليمي بس مش قادر يدفع غير نص القيمة المادية بتاعته بس، برضو يتواصل معايا وإن شاء الله هيحصل على الكورس بنصف القيمة اللي هو هيقدر يدفعها. الناس اللي شايفة ان المبادرة دي خاصة بيها او متوجهة لها او تقدر تستفيد منها يتواصلوا معايا على صفحة الفيسبوك عشان يعرفوا كل التفاصيل، وبإذن الله هسيب لكم رابط صفحتي الفنية في الفيسبوك تحت الفيديو ده في صندوق الوصف، عشان اللي يحب يتواصل معايا يقدر يتواصل معايا بسهولة. يبعت لي بس رسالة على الفيسبوك ويكتب لي فيها انه بتواصل معايا بخصوص مبادرة تكافل الفنانين الهاند ميد. واخيرا اي حد من متابعين القناة يحب يشارك معانا في المساهمة في تقديم الدعم المادي لزملائه الغير قادرين على دفع قيمة الكورسات التعليمية، برضو يقدر يتواصل معايا على صفحتي في الفيسبوك ويبعت لي رسالة ويكتب فيها مبادرة تكافل الفنانين الهاند ميد، ويقول ان هو عايز يشارك معانا في الدعم المادي، وان شاء الله لما تواصلوا معايا هتعرفوا كل التفاصيل. ارجو من الله ان احنا نكون بنقدم شيء مفيد لزملائنا، خاصة الغير قادرين زي ما قلت، وان شاء الله نقدر نستمر في تقديم المبادرة دي، ونقدر نستمر في تقديم اعداد اكبر من الكورسات المجانية ليهم عشان يتعلموا برضو معانا ويستفيدوا. كده الفيديو بتاعنا النهاردة انتهى، وزي ما بقول في ختام كل فيديو، اللي شايف انه بيستفيد معانا ولو بمعلومة من الفيديوهات اللي بنقدمها ياريت يدعم القناة بعمل لايك وشير عشان نقدر نوصل المعلومات دي لأكبر عدد من الناس اللي اكيد محتاجين لها، ودعمكم للقناة هو اللي هيخليها تكبر وتوصل للناس دي كلها. واللي مش مشترك في القناة يعمل اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد باستمرار. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، في أمان الله.